بعدنا لهلأ ما عم نستوعب أصلاً الفكرة إنه نحن خسرناها. تقصير من وين؟ ما بنعرف، من المستشفى، من الدولة، من التشخيص المتأخر، من الدواء اللي ما بتعرفي من مصدره، والغلاء الفاحش جداً اللي صار، مثل كأنه حسدنا، كأنه قتلنا، أو نحن كأنه نحن قتلناها، أو نحن قصرنا بهيدا الشيء معها، أو هيدا هيك بنقعد بنفكر بينا وبين نفسنا. بدنا نبلش قصتنا بشيء مؤسف صار معنا. كان عندنا ماما مريضة كانسر، هي أول شيء أصلاً تعالجت منه وشفيت على أساس خلاص ومش الحال وكل أمورنا صارت تمام. كنا عم ناخد أدوية دواء حماية للكانسر إنه خلاص. فجأة بعد يعني حتى كل 4 أشهر كنا عم نعمل الفحوصات اللازمة اللي كانت من الحكيم عم يعطينا إياها لحتى لي يكون كل شيء على ما يرام. وهيك فجأة بشهر 2 بشباط أول السنة بيقلنا الحكيم إنه نحنا رجعنا من الأول، رجع الكانسر وكذا محل من موجود وبدنا نعمل فحوصات. يعني لما فتنا على المستشفى تقريبا بس الدخول بالألف وشي دفعنا، قالنا إنه في أدوية من الموجودين وبدنا ندفعهم على حسابنا. فنحن ما قدرنا، ما عاد فينا نكمل. حتى سألنا كذا حدا وشفنا كذا محل، قالوا لنا إنه شيء، قالوا لنا إيه بلشوا شيميو، شيء قالوا لنا إنه لا خلص ما تعملوا، بتعذبوها أو بتتعبوها أكثر. وبسبب هالأوضاع كلياتها طلعنا إنه ما قدرانين نأمن ولا شيء. أعطانا دواء فاسلوداكس، رحنا لنأمنه حقه بال200 دولار. حتى الأدوية اللي كانت دواء الحماية اللي كنا عم ناخده قبل، آخر فترة صرنا نجيبه الصورة لأنه خلص ما عاد فينا يعني شو اسمه، بس إنه عم نضلنا عم نحاول نكمل وهيك لحتى لي إنه تكون يعني تصير أحسن. فجأة كل شيء تغير، بين أسبوع أسبوعين كل الأمور انقلبت كلياتها رأسا على عقب. حسينا حالنا خلص يعني وين ما في لا حدا بيساعدك، لا جمعيات قدروا يأمنوا لنا ولا شيء. العلاج كان خلص كتير، صار الشيميو إنه غالي كتير بالنسبة لنا، ما عاد فينا نعمله. فوق هيك خلص قالوا لنا إنه ما عاد فينا نعمل ولا شيء. وبهالنهاية طلعت خسرناها آخر شيء مع ندم، مع أسى إنه وين هالدولة اللي ما أمنت لنا ولا شيء. علاج الكانسر اللي كان كل هيدا بتقدر انت تعمليه، بيقدر حيالله حدا يتعالج منه، بيقدر كل حدا هيدا يشفى، نحنا ولا شيء. لا قدرنا نعمل وماما توفت. ف يعني بعدنا لهلا ما عم نستوعب اصلا الفكره انه نحنا خسرناها. تقصير من وين؟ ما بنعرف، من المستشفى، من الدولة، من التشخيص المتأخر، من الدواء اللي ما بتعرفي من مصدره، والغلاء الفاحش جدا اللي صار، مثل كأنه حسدنا كأنه قتلنا، أو نحن كأنه نحن قتلناها، أو نحن قصرنا بهيدا الشيء معها، أو هيدا هيك بنقعد بنفكر بينا وبين نفسنا. هيدا هو نهايتنا، كانت حزينة جدا، مؤسفة جدا بهالبلد اللي ما بيحترم لا إنسان
ولا حتى حيالله إنسان موجود على الأرض. فعلاً هي عم تقتلنا أصلاً الدولة بكل شيء، بالمرض، بالأدوية اللي عم يعطونا إياها، بالحكمة اللي صارت تغيرت نفسيتها بشكل يعني مادي جداً. يعني هذا للأسف بنحكي فيه، إنه صار الحكمة هيك نظرتهم للمريض، إنه أنا قديه بدي أخذ منه زيادة. يعني نحن دورنا، فتنا على كذا مستشفى، فترحنا يعني بكل هدول التشخيصات وكل هدول الفحوصات اللي عملناهم، صرنا ندق تليفون، ألو مرحبا حكيم، قديه بتاخذ أول شيء؟ يعني هي أول كلمة كنا نستحي نقولها. صرنا خلص يعني ما عاد فينا إلا ما نقولها لحتى نعرف شو بدنا نعمل، إذا بدنا نروح لعنده ولا ما بدنا نروح. خلص حسينا حالنا كنا بمكان واو، حاسين حالنا عن جد كأنه نحن كنا عايشين بقصر، كنا حياتنا كل شيء مرتاحة، مأمنين كل شيء، دوانا، أغراضنا، أمورنا، ومنقول كل شيء على كل شيء الحمد لله. فجأة لقينا حالنا وين نحن، إنه صرت تحس إنه عن جد أنا يمكن اللي موتها، أنا اللي وقفت العلاج ولا المستشفى ولا الدولة اللي ما خلتني إنه أعطيها هالشيميو، ولا مين؟ ما عاد تعرفت شيء، ما عاد تعرفت شيء. عن جد بتحس هيك غصة قوية جدا، ما بيقدر حدا يظهر منها بسهولة. يعني الله ما يدوقها لحدا. يعني حتى نحن بيقولوا لنا إنه يمكن يكون معكم، بس نحن ما عملناه هذا الفحص، عرفتي؟ يعني حقه كان بالألف وشي، فنحن ما عملناه. قلنا خلص إنه إذا صار معنا خلص، اللي خسرناه خسرناه، الغالي راح، ما عاد أسف على الباقي. بس منقلها للدولة وللحكمة وللوزير وللكل إنه بليز ما توقفوا الدعم، يعني خلوا العالم على قليلة تعيش. فنحن أصلاً الماموغرافي وهدول الشغلات والفحوصات هيدا إنه لازم هلأ نعملهم. اصلا عم بحس مثلا وجع بصدري او شيء او كذا او شيء حريق وهيك، بس انه اصلا ما فيني اعملهم فو هيك. خلص لشو؟ اذا البلد هي متنازله عنا، متنازله عن شعبها، يعني بنقول خلص انه نموت وخلص، شكرا للبنان، ما فينا نقول غير هيك. هاي صورتها، صوره مع ضحكتها اللي للأسف خسرناها. بس حتى ما قدرت فوت على ارجع على الأوضة تاعيتها لحتى اخذ حيلا شي صورة او كبر ليها او اعمل لها شي، لأنه خلص ما عاد قدرت فتت على غرفتها. مشان هيك بعدني ما عم بتقبل انه كبر لها صورة وحط لها اياها بالصالون. الله يرحمنا جميعا. هاي كل فحوصاتها، بجيبي لي الفحوصات، بدي ارجع اشوف كذا، بدي ارجع اعمل كذا، طب انا بدي ارجع احكي مع الحكيم، لا بدي اشوف المستشفى، طب خليني اشوف الكاميرات، طب خليني اشوف ما بعرف، انه بس شو صار اخر لحظه، انه كيف تحت لي تدهورت هيك، كيف تحت لي شو اسمه، نحن شو صار، شو عملنا، كيف، ولا شيء، ما بتوصلي لولا نتيجه. اصلا بلبنان ما عاد في شيء امل. عم نبلش هيك نفقد بعضنا واحد ورا واحد. حتى بالدفن صرت بتفكري كيف تندفني، لانه بدي اقعد صمد لاندفن. تخيلي لوين، هيدا لبنان اللي وصلنا له.